السلام عليكم ورحمة الله الإخوة الكرام، كيف الأحوال؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. أريد فقط أن أريكم أن الأجواء غائمة جدا كما ترون، كثير من السحاب. أريد أن أنفي فقط بعض الأمور التي تقول إذا كان هناك ضباب كثيف فلا يستحب أن يطلق الحمام، لكن كنت أقوم بهذا في كل سنة تقريبا عندما يكون الضباب كثيف أو يكون يعني الريح قوي أو حتى يكون يعني ريح عواصف رملية أو عواصف غبار، فكنت أطلق الحمام. تلك الحمامة ليست لي، لا تستطيع مجاراة الحمام. أريد أن أنفي فقط بعض الأمور وبعض أنا أسميها خرافات، لأنه نمشي دائما على حسب ما نعتقد نحن. نرى الضباب فنقول إذا أطلقت الحمام، سمعت هذا كثيرا، يقول العديد من الإخوان إذا أطلقت الحمام في الضباب وكان الضباب كثيف فربما سيصاب الحمام بسرعة بالكانكر أو ما يسمى بالتريكومونايسيس. هذا هراء. بالعكس، الحمام يجب أن يطير في الضباب، يجب أن يطير في الرياح القوية، يعني فوق البيت يجب أن يتعود على جميع الظروف. كنت أقوم بهذا دائما ولم يصب الحمام أبدا بكنكر. وكما أكدت لكم، الحمام لم يذق طعم أي دواء، أنا أقصد الدواء المضادات الحيوية، لا أقصد المكملات الغذائية، لم يقوم بأخذ أي دواء أو علاج قبل خوض غمار المنافسة. لم أتسابق هذه السنة، فقط قمت في الفيديو الماضي أو في الأحد الماضي بإرسال الحمام إلى مباشرة إلى 200 كيلومتر، لم يتدرب ولم يرى السلة، 17 أنثى و 12 ذكر. سندخل لنرى الذكور بعد رجوعها يومين بعد ذلك. هذا مهم جدا أن يكون بهذا الشكل الإخوة الكرام. قفلت على الذكور كي لا تراها الإناث، إذا رجعت الإناث وهذه هي الذكور. هذه هي الذكور، يعني جيدة، بحالة صحية جيدة. كما قلت، لم تدرب هذه الذكور أبدا، هي ولا الإناث، وذهبوا إلى مسافة 200 كيلومتر مباشرة. كان سباق قوي، كانت الجمعية فيها 2900 حمامة على المجموع، ربما كان هناك جمعيات أخرى مشاركة 5000 حمامة. في آخر لحظة تم وضعهم فوق الشاحنة الفوق في أعلى مكان، والحمد لله رجعوا بشكل جيد جدا. قمنا بحساب رجوعهم كما لو أنهم مشاركون، يعني لن نطلع في النتائج لأنه قلت لهم فقط تدريب. فحصلوا على المرتبة الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الأحد عشر وما إلى ذلك، وأنا متأكد أنهم يعني تم فقط حساب 6 حمامات نتائجها. الضباب يزيد كثافة الإخوان، أو يلعب الحمام حتى أنه يلعب ويطير بسرعة. فقط 6 حمامات تم حساب نتائجها فحققت هذه المراتب، وأنا متأكد أنها ستكون سيكون أحسن سرب ولو أن العدد قليل، 29 حمامة فقط مشاركة مع العديد من الإخوان. هناك ما شاء الله من يشارك ب60 130 وما أكثر. أنا لا أريد أن أقول أنه من الأفضل أو ليس الأفضل، فقط تجارب أقوم بها بالنسبة للحمام. هذا الحمام كان أصلا مشارك السنة الماضية والسنة اللي قبلها، فيعني أريد أن أقول للإخوان إذا كان الحمام يحصل على عناية جيدة وتغذية جيدة، ولو أن التغذية هذه السنة لم تكن يعني بذلك الحجم، فقط جريد رونفريد كثيرا ودورة خاصة وما إلى ذلك، خلطة اليوم البارح،
وبعض منتجات المفرد. لا يوجد لدي بعض المنتجات، لا توجد لدي المفرد للأسف. كان حمام سيكون أفضل. يوجد لدي مورغولد إيمون بوستر، لا يوجد لدي هيكسنبير، لا يوجد لدي كارنيس بيد. هذه السنة لم أستعمله، هذا من السنة الماضية ما بقي لي. لا يوجد لدي أزنيغانو نفذ كذلك، لا يوجد هيكسنبير، لم تبقى منها شيء. حتى البليتسفورم لا يبقى منه شيء. يجب أن أحصل على بعض المنتجات للعناية، لكن هذه روزيتول استعملتها أول مرة الآن بعد رجوع الحمام، أول مرة يعني منذ السنة الماضية. حتى البيتي أمين فورد كما رأيتم كان عندي هذا الذي ليس لازال لا يوجد فيه يعني ضعف كميات البي 12، هنا موجودة بالأحمر في الجديد، ضعف كميات بي 12، لكن استعملت هذا الحمد لله عند رجوع الحمام مع القليل من الموم. هذا الإيمون بوستر يعني فارغ، يوجد فيه فقط هذا ليرون فريد الأحمر المعادن، وعندي شيء ما من إيروميتين، هذا كذلك صار فارغ. هذا هو الإخوان، نريكم كل شيء. حتى لو كانت الإمكانية أنه باستمرار يرى الإخوان كل شيء أقوم به، فيا ريت لو كان هذه الإمكانية في كل مراحل، أنه في هوايتنا للأسف هناك العديد من يعتقد أن هناك أسرار، هناك خفايا، هناك خبايا. لا، أهم شيء الإخوان، سأريكم أهم شيء. لماذا أهم شيء في هذه الهواية؟ أهم شيء هما حمام الإنتاج. حمام الإنتاج يجب أن يكون ذو مناعة قوية وذو صحة جيدة جدا. هذا الذكر ذو صحة جيدة وشكل جيد، العناية به. ثم عند إدخال الحمام، هذا هو ابن فرانس بورش كما تحدثنا عنه المرة الماضية، ما شاء الله ذكر جميل. عند العناية بهذا الحمام هذا يجب العناية كذلك بمرحلة الإنتاج، يعني لا يجب إعطاء أدوية كثيرة لأنها تؤثر على الحيوانات المنوية. ثم بعد ذلك الإخوان، نظام غذائي جيد جدا لهذا الحمام. ثم الإخوان، بعد وضع البيض، من البيض أصلا تظهر جودة الإنتاج. بيض يعني حجمه جيد، قشرة جيدة للبيض، والحمام يبقى يعني في صحة جيدة خلال مرحلة التبييض والتفريخ. عند خروج الزغاليل هي مرحلة كذلك مهمة جدا، تغذية متكاملة، مكملات غذائية مهمة، رافعة المناعة، الواقيات تعود عليها الحمام. ثم تطلع الصغار يعني بي 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 بقوة، يعني تكون عندها بنية جسمانية جيدة وقوية ما شاء الله، وريش جميل وقوي. من هنا تبدأ البطولة، وبعد ذلك بعد ذلك الإخوان يصبح كل شيء سهل. هذا أهم شيء في هذه الهواية، بعد ذلك يصبح كل شيء سهل. يعني الكل يعرف كيف يغذي الحمام، كيف يدربه، كيف يعتني باللوفت، كيف. لكن أكبر مشكل لدينا نحن في بلداننا هو إهمال مرحلة تفريخ الإخوان والزغاليل الصغيرة. هذا هو أكبر مشكل لدينا في هذه الهواية في بلداننا. إذا كان هذا جيد، عليكم السلام ورحمة الله. ضرب سالمونيلا، ديت السباق أخي، ضرب سالمونيلا لأنه أصلا كانت فيه سالمونيلا وظهرت بعد ستريس، خفضت المناعة. إما عندك فئران، إما كان عنده يعني تدخل عندك طيور غريبة فيها سالمونيلا، أو أصيب من حمام آخر فيه سالمونيلا. عليك معالجة سالمونيلا الأخ، وأفضل شيء، آسف الإخوان، أفضل شيء إذا كانت هناك إمكانية أن السالمونيلا تلقيح السالمونيلا، حاول الإخوان، يجب أن يحاولوا الحصول على تلقيح ذات السالمونيلا، هذا أفضل شيء. السالمونيلا عندها تلقيح. على العموم الإخوان، هذا هو الحباب اللي كان شارك، ولد أتقاسم معكم فقط اليوم الثاني أو الثالث بعد رجوع الحمام من سباق 200 كيلومتر، الذي لم يدرب ولم يحصل على أي دواء.
وقسم معكم بعض المعلومات. إطلاق الحمام في أجواء صعبة فوق البيت هذا شيء جيد للحمام، ليس شيء يعني بالسلبي، ولن أخشى من تريكومونايسيس أو الحمام يعني يحس بنفسه مرتاح، حالة جيدة. بعد ما ينزل الحمام سوف نرى يعني شكله وطريقة نزوله، إحساس بالاسترخاء، إحساس بالراحة. هذه أشياء مهمة جدا بالنسبة للحمام. العموم الإخوة الكرام، السلام ورحمة الله، إن شاء الله أخ أيوب إن شاء الله. العموم هذا ما كنت أريد أن أريكم إياه. أتقاسم معكم بعض المعلومات، إذا كان هناك أي سؤال مرحبا الإخوان. السلام ورحمة الله، إذا كان هناك أي سؤال فممكن أن أجيبكم، وإلا إلى الفيديو القادم إن شاء الله الإخوة الكرام. ربما سأترككم الآن، إذا لم يكن هناك أي سؤال حمام بشكل جيد، حتى لو كان الضباب ويكون اللي كان يحس بنفسه يعني جيد. يعني إذا لم تطلق الحمام فوق البيت في الضباب وفي الرياح وفي ماذا يعني إذا وجه الضباب خلال سباق أول مرة أو واجه جو شيء ما صعب أول مرة، يعني كيف سيتفاشى مع ذلك الجو؟ هذه أحد علامات الفورمة الإخوان، الحمام ينزل، بعض الأحيان يخفه شيء، لكن في الحالة لم يخف أي شيء، كان فقط حمامات تمر غريبة، لن تستطيع اللحاق بالحمام، هذه ليست حماماتي، دائما يحصل هذا، هذه الحمامات الأخيرة ليست من حمامي، حاول اللحاق على هذه كذلك أحد علامات الفورمة. إذا كنت ترى حمام غريب خاصة إذا كان زاجل لا يستطيع اللحاق بمجموعات حمامك، فعرف أنه الحمام كذلك عنده فورمة جيدة. نزول الحمام ثم طيرانه ثم نزول ثم طيرانه يعني من تلقاء نفسه، فهذا كذلك يبين على أن الحمام في صحة جيدة. رأيتم أن الحمام الآخر لا يستطيع اللحاق بهذا الحمام. تحياتي لكم الإخوان، شنو العلاج؟ علاج الزلمونيلا، أخي ذهب عند أي واحد يبيع الأدوية قل له أعطني علاج الزلمونيلا، ساعطيك علاج الزلمونيلا وسوف تجد فيه المقادير وكل شيء، شيء بسيط هذا. الله يبارك فيك أخي بارك، تحياتي لك. المهم الاستفادة الإخوة، استفادة. بالنسبة للمغرب، منتجات موجودة الآن في المغرب لكن يجب فقط أن تطلع من تطلع إن شاء الله من المرفأ والجمارة، نتمنى إن شاء الله خير. في العراق الآن موجودة الحمد لله، في الأردن، أعتقد أنه قريبا حتى أنها بدأت، في مصر الحمد لله موجودة، وهناك مفاجآت جميلة بالنسبة لمصر. هذا هو، يلا تحياتي لكم الإخوان، وإلى فيديو قادم إن شاء الله. أتمنى أن بعض الإخوان يكونوا استفدوا معنا. تحياتي.